مشاهدينا الكرام، طيب الله اوقاتكم واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج بانوراما الناس التي سنستهلها بسؤال الحلقه. برايك ما هي الحلول للحد من ظاهره الهجره غير الشرعيه؟ ان كانت هناك حلول او مقترحات، يعني نرحب بالجميع باتصالات الجميع وباقتراحات الجميع وبارائهم، لا سيما او خاصه حول هذا الموضوع وهذا الموضوع فقط. قبل ان نبدا كالعادة نخرج ونشاهد هذا التقرير. استغلال احتياجات البشر من أحلام وطموحات في عيش أفضل بواسطة الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية هو أمر قديم جديد، فقد استغله النظام السابق كثيرا، فقد كان ذلك النظام يغض الطرف كثيرا عن أولئك المهربين ليوظفهم سياسيا في خدمته من حيث لا يشعرون، بل أنه هيأ ووفر وسائل لنقل المهاجرين عبر الشواطئ الليبية إلى الدول الجنوب الأوروبي، والتي ازدادت أيام الثورة وكانت دائما ورقة ضغط وتهديد لأوروبا يستعملها متى شاء. هناك اليوم من يتهم أطرافا خارجية بدعم موجات الهجرة من الأراضي الليبية نحو السواحل الأوروبية. توالي هذه الموجات من البشر نحو أوروبا وعبورا بليبيا وضع السلطات الليبية الوليدة في موقف لا تحسد عليه. وأسباب ضعف أجهزة أمنية وأسباب قلة الإمكانيات، كما أن استحداث بعض المافيات التي دخلت في هذا المجال للتجارة بهؤلاء المهاجرين واستغلال حاجتهم الماسة إلى المال. طبعا الملف يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تخطيط دولي وليس داخل ليبيا فقط، باعتبار أن ليبيا هي دولة عبور فقط، يعني بينما هناك دول تانية كدول الجوار تقوم بإدخال هذه المجموعات المهاجرة إلى الدول الأوروبية وغيرها، وتقوم بفرض رسوم عليهم والاستفادة منهم ماديا، مستغلة طبعا حاجتهم المادية. وبالطبع ليبيا في الوقت الراهن هي أرض خصبة لمثل هذه الظاهرة. بل أن ملف الهجرة غير الشرعية يخدم أجندات وعوامل التدخل الأجنبي، خاصة تلك الدول الأوروبية التي تضع عيونها على الصحراء الليبية الشاسعة، كما وأن ترك دولة إيطاليا وحدها تكافح موجات الهجرة السرية في عرض البحر أمر قد يدلل صحة هذه الفرضية. الدول الأفريقية المجاورة لليبيا يضعها البعض أيضا في دائرة المستفيد الأكبر. بالنسبة لدولة ليبيا لا تستطيع لوحدها أن تكافح هذه الظاهرة، وما نشاهده الآن حتى من الدول الأوروبية، يعني لا نرى إلا دولة إيطاليا هي الوحيدة التي تطالب وتدعم بمكافحة مثل هذه الظاهرة، بينما باقي الدول الأوروبية ليس لها أي تدخل في هذا الشأن، ولم تدعم ليبيا بأي شكل من الأشكال لمكافحة هذه الظواهر. طبعا احنا بحاجة إلى أجهزة لمراقبة هذه الحدود، بحاجة إلى أموال طائلة، بحاجة إلى مراكز، بناء مراكز لإيواء وإعادة ترحيل هؤلاء الأشخاص. فجل هؤلاء المهاجرين يخرجون من أراضيها، حيث تستفيد من عبورهم من خلال الابتزاز المالي لهؤلاء المهاجرين عبر محطات عديدة وسط أراضيها وقبل وصولهم إلى ليبيا. لكن ضروري يجيب ليبيا، يجيب فلوس شوية، تب ماما تب بنته كل شيء واتي، عرفتها. لكن قاعد نيجر مشكلة كثيرة، عرفتها، جاءنا حل. لا يستثني آخرون أن من كانوا يمولون وينقلون هذه الموجات من البشر سابقا لا يزالون يمولونها اليوم، فهم أيضا لهم أجنداتهم في الصراع السياسي الليبي. يعلم الجميع أن ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف لا يمكن لدولة واحدة أن تقوم به، بل أنه يحتاج إلى جهود دولية وتعاون متواصل، وما ليبيا إلا واحدة من هذه الدول، بل أنها أكثر المتضررين من الهجرة، فكيف يمكن لها اليوم أن تستفيد أو تتعامل مع هذا الملف أمنيا وإنسانيا وبالشكل الذي يضمن استقرار الدولة الليبية؟ محمد البكوش لقناة ليبيا بانوراما، سبها. مرحبا بكم من جديد وأهلا بمن التحق بنا في هذه اللحظات. نبدأ مع السيد فتحي من طرابلس. السيد فتحي أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم ورحمة الله أخوي فتحي. نحييكم ونحييكم في هذه الحلقة.
المثمرة مهمة جدا اللي دعينا لها من فترة إن شاء الله. شكرا لإدارة البرنامج. نعم استجبنا قناة الثورة. نعم أستاذ محمد، أولا نترحم على جميع شهدائنا شهداء ثورة 17 فبراير، إن شاء الله ربي ينصر بالجبهات وإن شاء الله منصورين بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله. فيما يتعلق بموضوع الهجرة الشرعية اللي نبي نقول لك عليه، هذا موضوع كبير وشائك، وليبيا وحدها لا تستطيع صد هذه الهجرة، لأن في حدودنا طبعا أكثر من 3000 كيلو في جنوب الليبي، وفي دول مفتوحة علينا، وهذا فيه عصابة وعصابات على مستوى العالم تدير فيها في هذه الشبكة. نعم هي ليست ليبيا وحدها، نحن نتحدث عن ليبيا، ولكن عملية التهريب هي تجارة، يعني التجار بالبشر، وتدر أموال كثيرة، يعني في ليبيا، في مصر، في تونس، في المغرب، كل هذه تعاني من الهجرة غير الشرعية، ولكن ليبيا بشكل نظرا لظروفها بشكل أكبر. نعم خوي فتح، اللي بنقول لك عليه أستاذ محمد هو فيما يخص الهجرة في ليبيا جزء من الثورة المضادة، أن فيه دول مساهمة، حكومات كحكومة تشاد والنيجر، هذه مساهمة في دعم تدفق الهجرة إلى ليبيا لعدم وذلك لعدم استقرار ليبيا. هذه فيها حكومات وراها. كذلك الاتحاد الأوروبي مطالب حتى من قبل، حتى أيام النظام السابق طلبوا منا المليارات في وتنمية هذه الدول التي اللي تصدر في الهجرة، سواء في الدول امتحهم سواء في ليبيا. نجد ان احنا الاتحاد الاوروبي لم يدعم ليبيا. الان عندنا حوالي 10,000 مهاجر موجود في 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 اماكن في ليبيا، ولم نجد اي دعم منهم. كذلك الاماكن اللي تم منها تهريب الهجرة، طبعا احنا على الساحل امتعنا من زوارة إلى عند مساعد، طبعا في عصابات موجودة. نتمنى نعم الثوار أنهم هم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع هذه الهجرة، ولكن في نفس الوقت مطالبة وزارة الخارجية وكذلك حكومة الإنقاذ بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي لمجهودات بناءة ومتكاتفة من الاتحاد الأوروبي وليبيا لكي ندعم هذا المسار. اثنين، إن هذه الهجرة صدقني يا أستاذ محمد، رأي حكومة تشاد والنيجر مساهمة في تدفق ودعم. نعم خوي فتحي، برأيك ما هي الحلول يعني للحد منها؟ الحلول هي أولا دعم البحرية الليبية، ودعم جهاز أمن السواحل والتوار لكي نمنع هذا التدفق. في نفس الوقت مع الاتحاد الأوروبي يجب عليه أنه واحد هو يكون مشارك مع ليبيا، لكي لأن التهريب هذا نعاني منه، التهريب سواء ليبيا سواء الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون في الجهود متكاتف بيننا وبين الاتحاد الأوروبي لكي نمنع هذه الهجرة غير المشروعة. نعم سيد فتحي من طرابلس، شكرا جزيلا لك ولرأيك. الحقيقة أن هناك إعلان للأمم المتحدة أن نحو 30,000 مهاجر غير شرعي نزحوا إلى ليبيا ما بين مارس وأغسطس في 2013 بمعدل 5,000 مهاجر شهريا. يعني الحقيقة ليبيا لها نصيب الأسد في الهجرة غير الشرعية، وذلك نظرا للظروف السائدة التي لا يجهلها الجميع. معنا أنور من طرابلس. السيد أنور أهلا وسهلا. فقدنا أنور. نعم أيضا يعني أعلنت أيضا وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن أكبر طريقي تهريب مهاجرين نحو أوروبا وأمريكا الشمالية يدران 7 مليارات دولار سنويا على شبكات المهربين. يعني هي قضية دولية، هذه قضية التهريب
يعني كتهريب المخدرات والأفيون، أيضا هذه عملية تهريب المهاجرين تدر أرباحا كثيرة، وهناك تجار يعني هم من ينمون هذه التجارة. هل عاد أنور؟ نعم. محمد معنا، محمد من طرابلس. محمد أهلا وسهلا. من سرت أهلا بك أخوي محمد. كيف حالك؟ والله أنا الله نعم أخوي محمد. شنو عنوان الحلقة اليوم بالله؟ نتكلم عن إمكانية أو ما هي الحلول للحد من الهجرة غير الشرعية. يا أخوي نحن الليبيين سلبيين جدا للغاية يعني للأسف نعم. إيه والأمور هذين كان قدامنا يعني السلبيات هذين لا يحصى لا تحصى يعني. يعني أنت تضع في اللوم على الآن. لو كان نركز ونفكر في مشاكلنا نحن الشخصية قبل. هنلقوا نحن اللي فاعلين الشيء هذا. يعني بأيدينا فعلناها. نحن اللي درناه. نحن اللي جبنا الناس هذوما بدون أوراق. أنا لما نكلم شخص مرة شادي قلت له أنت عندك جواز سفر؟ عندك أي وثيقة؟ عندك شهادة صحية؟ قال لي لا أملك أي شيء يعني من اللي تقوله. كان صادق يعني. نعم. برأيك أخوي محمد يعني على عتبي على قنواتك هي. تفضل. نحن في سرت بالذات نعانوا معاناة شديدة يعني جدا، وخاصة في قطاع التعليم يعني الأطفال مضطرين نرفعهم للمدارس، ونعانوا من أزمة الوقود ومن أزمة الغاز. يعني بتهيألي اللي بين غير يركزوا على مشاكلهم الشخصية والله صدقني حتنحل كل. وبعدين حتى ننوع على القنوات الأخرى، يا ريت يعني يكون حتى يسمعوا بي حتى من بعيد يعني. نعم. احنا عندنا اللي بين يموت وهكي يعني أصبحت عندنا حتى مشاكل نفسية لا تحصل. تلقاهم جايبين لك برامج كورة بالله يتوى من اللي بيفكر في كرة والله على الكتاب والله ما شابه والله يعني. نعم. اعتقد في سلبيات في جذورنا نحن شخصيا يعني. نعم احسنت اخوي محمد. في سلبيات لا تحصى يعني. نعم احسنت اخوي محمد بارك الله فيك. الحقيقه يعني لفته وان كانت خارج الموضوع لكن حق لك ان تقولها، ويجب ان يسمعها يعني كل المشاهدين وكل المسؤولين في أن هناك معاناة حقيقية للليبيين ولا سيما في القتل والموت. شكرا أخوي محمد من سرت بارك الله فيك. لكن نعود إلى موضوعنا، أن موضوع معنا هل عاد أنور من طرابلس. أنور مساء الخير أستاذ محمد. مساء الورد أخوي أنور. يحاول. الله يسلمك ويبارك فيك. معلش أني عندي ملاحظة قبل نخش في الموضوع، ملاحظة صيفة وصغيرة. صيفة تفضل على عيني. الله بارك فيك الله يعزك. المتصل الأول يقول المنتصرين، أنا بنقول لما والله بأمانة ما في واحد منتصر في ليبيا، لأن السلاح هذا الشيطان والشيطان مش حينتصر. هذه حاجة. الحاجة الثانية كان يفترض المفروض وأنت في ملاحظة أشرت لها أستاذ محمد، أنت قلت على أساس أن ما هي الحلول يعني في الموضوع هذا بالذات. نبحث عن الحلول بارك الله فيك. كويس. كان يفترض المفروض المؤتمر من بداية أو البرلمان تو خش في النهاية، مفروض كان هم عندهم اتجاه الأول هو دور شكل دور الهجرة غير الشرعية. هذه أبسط مثال يعني. كان يشتغل على الأشياء هذه، ويشتغل على الأمور الأمنية والعسكرية على الأقل حماية البلد بالطريقة هذه، ما كانش نوصل للمرحلة هذه. لكن الله نعم خوي أنور الموضوع راهو أكبر من أن سيارة تدخل في 15 أو في 20 مهاجر. يعني الموضوع أنها تجارة، يعني تجارة حتى تجارة الحشيش والهروين لم يقضى عليها في العالم. وهذه الهجرة يعني ليست كلها من ليبيا فقط. باهي كويس. شوف نعم. حتى يعني لو جبنا مثال مثلا حتى المتصل الأول يقول لا النيجر والتشاد كويس. النيجر والتشاد مش هم نحن اللي نبني، نحن اللي نشيد، نحن اللي نصنع، نحن. لكن هو نعم السيد فتحي، نعم خليني نوضح لك نقطة. السيد فتحي من طرابلس قال بأن هذه الدول تتآمر علينا بالدفع بهؤلاء بهذه الكميات الكبيرة من المهاجرين. كويس. يعني هذا القصد. كويس. ما دام تتآمر نحن اللي نشتغل، نحن نعرف كيف نواجه الموقف مهما كانت الأمور
سلبية. نحن نواجه الموقف بصورة صحيحة بصورة منظمة بكل. كيف العلاج أخوي أنور؟ كيف العلاج؟ العلاج كالآتي، المفروض كالآتي، أنا سبقت في السابق قلت عمال يحاربوا نتائج فاشلة، هذا المفروض يشتغلوا على شيء هذا أولا، يعني هم مضبوطين ووطنيين ويحبوا البلد ويحبوا ليبيا، يشتغلوا على شيء هذا والله بأمانة حليبة تمشي. أول خطوة الهجرة الإسرائيلية مش حتخش البلد من ناحية الهجرة، من ناحية السمسرة واستغلال النفوس، كل الحاجات هذه كلها تنتهي، لكن ما فيش من المعركة. نعم نعم، هي فكرتك جيدة، لكن أخوي أنور يعني القضية أن هناك تونس أيضا فيها هجرة غير شرعية، المغرب أيضا، مصر أيضا فيها هجرة غير شرعية، يعني الموضوع حتى الدول إن اعتقدنا أنها مستقرة أيضا هناك فيه خروقات وفيه تهريب ومتاجرة بالبشر. أي لك عندك خروقات متفق معك فيه محمد، لكن نعم. عندك أمكانيات والله بأمان. نعم. عندك أمكانيات، جميع أمكانيات عندك. نعم خوي، كل أفكار ضايعة. بارك الله فيك خوي أنور، معي متصل صلاح من بنغازي. صلاح أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله سيد صلاح. كيف حالكم طيبين أستاذ؟ الله يبارك فيك، تفضل يا طيب. بالنسبة أستاذ للموضوع اللي طرحينا اليوم، طبعا الشرعية لها دور، وال تسمع فيه كويس؟ واضح صوت. لو أن السلطة التشريعية سيطرة على مسيطرة على مثلا ليبيا بالكامل المتمثل في البرلمان، ما كانش التجاوزات هذين يصير، يعني قصد أن الجيش الوطني بقيادة الفريق خليفة حفتر، لو كان هو المسيطر على المنطقة الغربية بالكامل ما كانش هذين التجاوزات يصير. يعني قوات وزير ليبيا يعني الإنجازات اللي دارتها هي ممكن تشتاح في منطقة ورسفانة وتشتاح في بن وليد، والآن تبي تمشي للزنتان، فيعني لو كان فيه قوة وكان فيه دولة مضبوط ما كانش هذه التجاوزات يسيرة. باشين الحل تو ما فيش، الكلام اللي تقول فيه كله أخوي أسعد، أخوي صلاح، ما فيش. شنو الحل؟ أنا نبحث عن الحل، الحل للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، شنو في رأيك الحل؟ الحل يا أستاذي فاضل هو الاعتراف الكامل بشرعية البرلمان، ستنتهي عندها الهجرة غير الشرعية. نعم، يسيطر طبعا الدولة تفرض سيطرتها على ليبيا بالكامل، وبهالشكل هذا مش حيكون في تجاوزات، حيكون القوة تجيب مصر مسيطرة وتونس مسيطرة والمغرب مسيطرة، لكن كل هذه فيها هجرة غير شرعية. عموما شكرا أخوي صلاح بن غازي، فكرتك وصلت، بارك الله فيك. على اتصال معنا أسعد من طرابلس. السيد أسعد مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك أخوي أسعد. معك سيد محمد، معك سعيد. الله يسلمك، تفضل يا طيب. شاركوا بالله أسعد. على عيني، تفضل. الله يبارك. أول أستاذ محمد، طبعا المتضررين كدول عربية والوحدة دولة ليبيا والدول الأوروبية طبعا بعدنا احنا. الحل احنا طبعا ما نبوش ناقصه زي ما الاخ اللي قبله واللي قبله، احنا نبو زي ما قلت انت، نبو الحل، ما نبوش انت بارك الله فيك وما كيف، نبو نوصله للزبادة عشان هي. نعم. احنا نعرف ان اكتر دولة اكتر دول مستفيدة في افريقيا هي الدول الاوروبية وخاصة فرنسا كمقدرات الدول الافريقية، فاحنا ضروري من التنسيق مع الدول الاوروبية مع الامم المتحدة مع جهات مسؤولة، وضروري معناها شني نشوف شني السبب. هذا السبب هو الفقر والجهل، احنا تو وعدانا مش معناها السبب مش ان الفارق اللي جوه سبب، شنو هو السبب؟ هو لو ان حالته كويسه وفي بلاده ومتقف ومتوعي مش راح يهاجر، فالسبب هو الفقر والوعي، ضروري من تشكيل جمعيات والحروب التي تدور في تلك المناطق. ايوه بارك الله، يعني اغلب المهاجرين يعني يفرون من الحروب ويفرون من الفقر. الله يبارك فيك. نعم. تشكيل جمعيات، تشكيل هيئات خاصه للموضوع، هو لان موضوع حساس وموضوع مهم. احنا من النظام السابق من قبل كانت المساله معناها ديما في هجره ما في، قصدي موضوع شائك وما باش ينحل، فضروري تشكيل جمعيات بين احنا والنسق، لان احنا ملزمين ان حتى احنا نكونوا طرف، لان احنا متضررين مباشره. نعم 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 صحيح. ملزمين نكونوا طرف مع الجهات، هي تكوين جمعيات مؤسسات نحاولوا نمشوا. انت القصد خوي اسعد، اخوي اسعد. نعم. انت القصد ان تقوم مؤسسات او جمعيات خيريه او ما شابه ذلك، وان تذهب الى اولئك الناس مثلا في تشاد والنيجر،
الناس هما والله استاذ محمد الناس هما قدموا لهم المساعده في بلادهم يعني افضل من الناس هما عندهم والله الثروه وعندهم مقدرات. تعرف كم غير من لبنان بس كان نقول لك كم شخص في افريقيا المستفيدين من مناجم الذهب والله اشخاص معناها حتى مره معناها صار فيهم قطر وهيك ما يبوش يمشوا لان منجم ذهب منجم كنوز في افريقيا غير عاديه اللي البره مستفيدين منه في بعض دول عربيه زي لبنان وفي من دول اوروبا بينما هم اهل المكان نفسه معناه يجي معرض نفسه يعني بيغرق في البحر بيموت مثل يشدوه في ليبيا مثلا في اي منطقه دوله عربيه ثانيه. فهو شنو السبب انه يطلع؟ السبب يطلع عنه شنو مش ما عندهاش توعيه ما عندهاش ثقافه ما عندهاش حد موعيه انه كيف يستفيد من البلاد. انت المفروض انت الناس يجوك يستفيدوا منك مش انت تطلع صحيح. تمشي فلازم من تكوين جمعيات هيئات تثقف الناس اهمها معناها معناها يتفاهموا مع الحكومات الأفريقية شنو سبب الهجرة. وإذا كان فيه ناس مافيا أو فيه ناس مكي ضروري من حد معناه وضع عقوبة قاسية. فإحنا لازم نعالج المصدر. نعم نعم أحسنت مهما عالجت هنا أخوي أسعد. أخوي أسعد بارك الله فيك وأحسنت الحقيقة قدمت حل برأيك. شكرا سيد صالح من سبها صالح. أهلا وسهلا سيد صالح. بك استاذ محمد كيف الحال؟ اهلا وسهلا بك اخوي صالح تفضل. الله يبارك فيك. بالنسبه للهجره غير الشرعيه بالنسبه لنا حتى احنا في ليبيا متضررين منها بشكل رهيب يعني تاكيد نعم تكلمنا هي بس حتى احنا متضررين فيها يعني حتى لو انه يجي لجنه من الامم المتحده تقيم هنا في ليبيا تنظر ان ليبيا متضرر اكثر من اوروبا من الهجره غير الشرعيه يعني حتى نعم. في 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 الضي تلقى يعني الأرتال اللي جاي من أفريقيا هنا مشاركتنا في الضي ومشاركتنا في البنزين ومشاركتنا في أمور واجدة وإحنا متحملين يعني ما ناش يعني ما جزعنا كيف ما هم جزعوا منهم الأوروبيين. وبالنسبة لأوروبا مفروض بعد بتقدم الحلول تقدمها هي اللي استعمرت أفريقيا وجحلتهم وفقرتهم وخلتهم في مهب الريح وتو يعني فرنسا تحدث الحمل على ليبيا بيجوا يديروا يجي لجنة من الأمم المتحدة تشرح ليبيا كيف تعاني من الهجرة غير شرعية. نعم نعم بارك الله فيك. شكرا على اتصالك سيد أسعد. معنا متصل آخر أبو حريق من جداب من المرج. سيد أبو حريق تحية طيبة لك يا أستاذ محمد وعلى الأخوة الشرفاء اللي مسؤولين في الكنترول. شكرا بارك الله فيك. نعم أشك هذا البرنامج يشكل استنزاف وضياع لليبيا في تاريخها الحاضر والمستقبل وخاصة في حقبة النظام الدكتاتوري السابق كانت ليبيا مرتع لكل الطايح وقليل الربايح سواء من الوطن العربي أو أفريقيا أرض كل العرب أرض مش عارف شنو. أفسد النسيج الاجتماعي والأخلاقي وأموال البلاد غير مستفيدين من العناصر الليبيين الوطنيين الشرفاء. نحن قسم الله نعانوا في شر من نب مساعدات خارجية. وضعنا السيء نحن الليبيين مش يجونا من برا يعيشوا ويستقروا ويأخذوا أموال ليبيا ويقتلوا ويذبحوا ومع الأسف مع احترامي لك بعض الليبيين اللي ما عندهمش حتى إنسانية والأخلاق ربما حتى أساءوا عطوا بناتهم وبعض منهم حتى ضحايا سواء عنوا فيه في بنغازي وهالمناطق اللي العويل المتشردين اللي قتلوا فينا في الشوارع. كل من اللي بوه مصري اللي بوه سوري اللي بوه تشادي خمس عيال ويغادي يريح يخليهم هنا ضحايا وتدفع نفقة المجتمع في الضمان الاجتماعي وفلوس ليبيا وإيراداتها كما حدث في التصفية اللي أمس 25 ألف مصري يأخذوا في المحافظ والليبيين قاعدين جواعة وهذا الاستنزاف غير طبيعي. نحن ليبيا لابد تكون ليبيين الناس اللي أبن عن جد وطنيين الدخلاء هم تبضى يعني. أخوي بوحريق شنو الحل؟ عندك وجهة نظر من ناحية الحل أو علاج لهذه المشكلة؟ لا شك في ذلك. هو الحل كان مناسب وكان من الناس شرفاء هو الرقم الوطني الذي عطض مستقية وتوى يغيروا فيه ويزوروا فيه ويريد يدفون أخرى مليون رقم مزور أخرى. نعم. وكان في نحن نبو الدقيق والكذا أم استفاقية مع الحكومة الفاشيست عندهم الإحصاء الليبي من 1935 الليبيين اللي مهال الوطن يستاهلوا تو هذا يعني نحن فيه وهالخبر هذا كله جاتنا للتذبيح كله حركة الإسلامية بما يسمى هذا السيد قطب السيد كشكي وهالمدخلات وموالنا راحل واخلاقنا جدا واصبحنا في بعضنا عدوان والغريب هو اللي يخش بيناتنا. انت شوف المذابح والله اليوم في اذاعه المرج ولي ام الثوار ماتوا اطفالها من جوع من ما يلقوش من يعالجهم. من الثاني اليوم
ثاني طفل يموت. تبين يعني وضعهم سيء، وبعض منهم انتهازيين ما عندهمش رحمة في بعضهم. خاف الله ويذكر الله ان احنا قعدنا نذبح وحار وجوز واستفاد بكرة بعد 4 سنوات ترفع اليقطة باش تنعرف هذه بلاد مصر، والله بلاد من يعرف اين دولة تسيطر علينا. كلنا مطمعين فينا، لا بد اللي بين الشرفاء يضموا بعضهم، لا مصراتي لا غضباوي لا شرقاوي لا طبرق لا دارنا لا البيضة. كنا من شجرة وحدة وعائلة وحدة، وشوف أرواحنا ونبعد الشيطان وساد ما إراقة الدماء واللي يضحك علينا واللي يطمع في أموالنا. واجتماعات ما عاد يقودونا إلا مجرمين وصياع. سيف النصر وين عنده؟ هذا المجلس انتقالي مع احترامي لك، كنا نواجه فيهم قبالة سببه المجرم الصعب جليل، هو سبب خراب ليبيا كله الضياع، واللي جاب لنا الصياع اللي سوى في اجتماع الجزائر واجتماع المغرب وهالشلال وهال. لابد ان بين الشرفاء يضموا ارواحهم الناس الوطنيين ويأسوا جيش وشرطه وتقبل البلاد تقودها رجل واحد يؤمن بالله ويعرف الليبيين قدره واحترامه. نعم بارك الله فيك. كلمة تسبل ويشمعنا الله على كلمه طيبه وكلمه خير. بارك الله يبارك فيك ابو حريق. شكرا ابو حريق من المرج. نخرج فاصل ثم نعود. رسول الله إلا رسول الله إلا رسول الله إلا رسول الله وبانا برسول إلا رسول الله 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 يا رسول الله. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا، نرحب بمن التحق بنا في هذه اللحظات في هذه الحلقة من برنامج بانوراما. اليوم برأيك ما هي الحلول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ نأخذ بعض الآراء أتتنا على صفحة القناة. خليفة عقوب يقول الحد من هذه الظاهرة تنفيذ الأحكام الصارمة جدا ضد من يتم ضبطه. أحمد النجار، لماذا الهجرة غير الشرعية في المنطقة الغربية فقط؟ أيضا تساؤل. حكيم خليفة، السلام عليكم، مشكورين على البرنامج الناجح وهذا لجميع الآراء الساحة حتى تزيد ثقافة الناس معرفة الحقيقة. بخصوص موضوع اليوم، يبدو أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ممنهجة ومبرمجة من أتباع النظام السابق في الخارج والداخل، حتى إظهار بأن ليبيا يكفي هذا. هاني ماجور يقول الهجرة غير الشرعية تصب في مصلحة عبيد مجهول القبر، ولذلك هم من وراء هذه الأعمال والسيطرة عليها. السيطرة عليها الآن صعبة نوعا ما، وذلك لأن المنطقة منطقة اشتباك، وهذا ما يجعل عبيد مجهول القبر يستغلون التوقيت. أبو معاذ المسلاتي، مع غياب الدولة واحتدام الصراع القائم بين الثوار وحركة الردة المتمثلة فيما يسمى بعملية كرامة واتباعها، لا إمكانية القضاء على هذه الظاهرة ولا حتى مجرد الحد منها، فالقضاء عليها مرهون بقيام الدولة الذي نسأل الله أن يعجل به. أحمد سالم يقول التأمين الأمني الجيد للحدود، شعور المواطن بخطورة هذه الظاهرة على أمن بلده، الضرب بكل قوة لعصابات التهريب أيا كانت جنسيتها، التعاون الفعال والتواصل مع دول الجوار، وفي المستقبل بعد استقرار ليبيا ممكن العمل على إقامة مشاريع استثمارية صناعية في دول إفريقيا التي تصدر المهاجرين لتخفيف هذه الظاهرة. أسامة يقول والله هو يتوقف على تفعيل الأجهزة الأمنية والانضباط في سير العملية العسكرية والإخلاص في العمل لوجه الله وللوطن، وتكثيف الجهودات أو المجهودات، وتعاون المواطنين في الإبلاغ عما يعنيهم الأمر
وتبليغ الجهات المختصة. سالم ولد بنغازي يقول سبب كله من جماعات الشاحنات الصحراوية، يجب إيقافهم واستبدالها لهم بشاحنات عادية. يقول بدر الليبي الحل هو الاستفادة منهم في برامج للتنمية البشرية وتدريبهم وتأهيلهم، مع ذلك كسب أجرهم لمعيشة أفضل. كانت هذه أبرز المشاركات والآراء على صفحة البرنامج بانوراما الناس. نخرج معا لمشاهدة هذا الاستطلاع ثم نعود. الهجرة غير شرعية لازم نقيمه بالبوابات المفروض تكون على الحدود الليبية، لازم تأمين الحدود الليبية من الهجرة غير الشرعية. طبعا الحدود الليبية اللي نعرفوه نحن الفترة هذه ما فيش ولا قوة مركزة في الحدود الليبية باش تحد من الهجرة غير الشرعية. وحاجة تانية البوابات الداخلية في وسط البلدان، طبعا أكثر المهاجرين غير شرعيين يأتوا من جنوب ليبيا، وجنوب ليبيا من جنوب ليبيا تقريبا من سبها إلى طرابلس البوابات شبه معدومة، فما فيش حد من ما فيش ولا جهة معينة متبنية الموضوع هذا باش تقيم بوابات وتفتش على الناس هذا مراقيهم شنو برنامجهم وين ماشيين شنو يديرهم. المفروض ان اي حد يمسكوه ما هوش ليبي شدير انت في ليبيا اصلا شدير، هل انت جاي عامل كان عامل المفروض تكون عنده وثيقه تدل عليه هذا، وهذا اللي نسبحه المفروض لازم نطبقه احنا الامن في جميع المناطق والبوابات الامنيه في المناطق. بالنسبه للهجره غير الشرعيه يعني تحكم فيها هلبة ظروف ويدخل فيها هلبة اطراف. تمام، أول حاجة بالنسبة لليبيا وموقعها كمصدر أساسي يعني للمهاجرين للدول الغربية اللي هي أصبحت الآن يعني فعلا نقدر نقول وصلت إلى درجة الكارثة الكبيرة بعد الكارثة اللي صارت يعني قبالة السواحل الليبية اللي أدت إلى انقلاب سفينة الصيد واللي أدت إلى المقتل هذا الكم الهائل من المهاجرين. طبعا انا ارى ان الان يعني وصلت يعني نقولوا احنا كانت قبل تكون في معالجات في وقتها كانت تكون افضل، لان يعني صارت في هلبة امور ما قاموش بها قبل ادت الى هذا الموضوع. الحلول الاساسيه لو احنا بنقولوا من طرفنا احنا من طرف ليبيا الدوله الليبيه يجب تهتم بأول شيء حدودها ومنافذها البرية والبحرية من ابتداء من الدوريات بتاع خفر السواحل إلى ضبط الحدود البرية والمنافذ البرية. الحلول هي تكثيف الرقابة على الحدود لحد ما الظاهرة هذه تتمثل في دوريات مشتركة بين الدول الجوار بالنسبة لليبيا، مصر، تشاد، نيجر، السودان، تونس. هذه يمكن أكثر الحلول اللي ناجعة بالنسبة للدولة الليبية. والله الحلول هي مفروض تكثيف الحراسة على الحدود، تفعيل حرس الحدود، وعي المواطن عندما يلاحظ أن هنالك هجرة غير شرعية وغير يبلغ الجهات المختصة، والدولة تدعم الجهات الأمنية والتعاون مع دول الجوار لكبح هذه الهجرة وإيجاد حلول جذرية لهذه الهجرة. أنا من وجهة نظري كليبي ضروري من الحكومة في ليبيا بالكامل، مش نقول حكومة البرلمان أو مجلس النواب في طبرق، أرضنا هنا كبيرة وتتجاوز مساحتها 2 مليون كيلومتر. نأمل من أهلنا في الجنوب أن هم يستعدوا لهذا الأمر ويحاولوا حتى يتفادوه ويقلصوا منه. رأي كثرة الأمور هذه وكثرة تهريب الإخوة من إريتريا ومن الصومال ومن نيجر الذين يطمحون في مستقبل زاهر في إيطاليا أو في دولة أوروبية أخرى. إحنا كدولة ليبية ليس لدينا الإمكانيات الكافية لمواجهة هذا الأمر. أنا أطمح كليبي أن الاتحاد الأوروبي يدعمنا
بكل الإمكانيات في مكافحة هذا الأمر. أول حاجة الأوروبيين مشتركين في العملية، الأوروبيين ضروري يساعدوا ليبيا بمعدات من كل أنواع الحاجات البحرية، يعني السفن والمعدات الكاميرات والملابس، وعلى أساس يقدروا الليبيين يقدروا يعني السلام يحميوا الحدود متاعهم. باهي ليبيا بروحها ما تقدرش، ضروري الدول الجوار وأوروبا فهمتني ينسقوا مع بعضهم يكون في حل يعني. وبعدين الحدود الخاصة الجنوبية هذه ركبوا لها كاميرات على الحدود. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم، نعود إلى اتصالات. السيد أبو بكر من صبراتة. أبو بكر أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أبو بكر تفضل. مبارك يا سيد. سلام محمد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بالنسبة للهجرة غير الشرعية يا أخوي محمد، يعني هي بالدرجة الأولى يعني مأثرة على المجتمع الليبي بشكل غير عادي يعني. والحل لها يعني طبعا حلها إقامة جمعيات ويعني إيواء للأشخاص هذا. حتى يمكن قد يكون حتى في بلدانهم اللي موجودة هم فيها. نعم. بالنسبة لي هنا صعب أن واحد، بالنسبة لليبيا صعب أن جيشها وشرطتها وكذا أن بيقضوا على الظاهر هذه، لأن الحدود ممتدة كبيرة واسع. يعني واسع صحيح. فلذلك من الصعب جدا أن أن تقوم ليبيا وحدها بوقف هذا التدفق للمهاجرين. أكيد هذه، وإذا كان فيه إقامة، إذا كانت دولة وإن شاء الله يعني تقوم دولة على 100% وإن شاء الله بإذن الله فيه طائرات، تكون طائرات مراقبة يعني على الحدود، مش غير الهجرة غير الشرعية، وحتى التهريب وكذا كذا، يعني تكون فيه كلها منظومة كاملة داخل الدولة تضبط الحاجات هي، يعني سواء كان من هجرة غير شرعية أو تهريب سلاح أو تهريب يعني مخدرات أو كذا أو كذا، كلها يعني تكون في منظومة يعني إلكترونية يعني جديدة للدولة، يعني تدير الحاجات هذه بشكل غير عادي يعني إن شاء الله. نعم، شكرا، بارك الله فيك خوي بكر من صبراتة، شكرا جزيلا على اتصالك. معنا شعبان من رجدالين. شعبان أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي محمد. أهلا وسهلا بك. طبعا نود نشارك البرنامج، وعندي طبعا بعض الملاحظات يعني. يا سلام. الملاحظات على البرنامج ولا على القناة ولا؟ لا، عندي على الحديث عن الهجرة غير الشرعية. تفضل تفضل. طبعا هي الهجرة هذه ظاهرة عالمية منتشرة في العالم كله يعني. في العالم كله صحيح. بالذات في الموجودة حتى في أمريكا، من بقوتها بالتكنولوجيا نتاعها، شفنا الهجرة بين المكسيك وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، لا زالت تعاني. كهربائي وفي مناظير ليلية وفي واحد، هذه طبعا ظاهرة عالمية يعني. لكن صحيح. في ليبيا مع الوضع العيشة في ليبيا والوضع الأمني الهش الموجود، يساهمت فيه الدولة الليبية، كذلك يساهمت فيه الوضع الأمني اللي بين الليبيين يعني. نعم. خلى الفارقة بالذات هي دول فقيرة، والفارقة طبعا مش مثلا من الدول المجاورة، حتى الدول اللي بعيدة زي نيجيريا زي تيزيا تبقى تنافس كيلومترات من ليبيا. لكن نحكي لك أنا باعتبار محل ستناي في منطقة البرية منطقة حدودية، طبعا الظاهرة هذه حتى في حدود تجيو من تونس يجوا لمنطقة زوارة، ويتم التهريب في ميناء رسمي. أنا ما تتكلم أنت عن زوارة وخلاص، طبعا المواني أو السفن الكبيرة ما تجيب مثال على شط بحر أي شط وترسوا فيه، إلا عندها شروط معينة وترسوا السفن بالذات السفن الكبيرة. الهجرة غير الشرعية متوفرة في المنطقة الغربية بكثرة، بالذات في زوارة ولا فروة ولا الصيد البحري في موجود في بوكماش.
وفترة الماضية أنا لاحظت في قناتكم أنتم وفي قناة تباتس واحد وفي الجيب الوطنية طبعا هذه قنوات على ملاحظة باعتبار أن القنوات هذه مؤيدة لمواطن الوطني. لاحظنا إن جايبين مراسلات من منطقة زوارة وينفوا الأخبار هذه إن ما فيش هجرة في منطقتهم. هم المدة اللي فاتت المدة الماضية وأنت مرجع حتى المواقع الاجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن أهالي زوارة متضررين من الهجرة غير الشرعية الموجودة في هذه المنطقة. يعني كيف في المراسلين القنوات منتم بالذات من القناة بتاعكم أنتم نحكي لك إن يقولوا ما فيش هجرة غير شرعية وبالذات إن معظم اللي يطلعوا خارج ينزلوا أوروبا من موالي المنطقة الغربية اللي تسيطر على فجر ليبيا. هذا على استفهام يعني دليل إن ما فيش أمن في هالمواني هذه خاصة إن الموالي السفن اللي تمشي يعني بحجم كبير يعني مش حتى حجم بسيط حجم كبير ضروري تكون ترسو في موالي رسمية لأنها تعرف ارتفاع عن البحر يعني عدة حاجات يعني من وراء كلامك يعني السفن هذه ترفع في مكثف أعداد كبيرة يعني بمعنى أن سيدي يعني بمعنى أن هناك يعني عمليات تنظيم المنظمة من قبل الدولة هي من تقوم بالتهريب. والله يا أستاذ محمد نعم نستمع فترة الماضية تم القبض على مجموعة على حسب ما نشوف يعني أنا طبعا تابع في الإعلام وليا بالسيف الإعلامي تابع في الإعلام وتابع حتى المواقع الاجتماعية بتاعت في مدخل زوارة نعم مدة ساعتين دايرين مداهمات في مناطق زوارة وبتاعت المزارع هم الفارقة ولا التوالف اللي يجوا ولا حتى السوريين موجودين في المزارع مش موجودين في الأحياء السكنية ولا في الداخل المدينة موجودين في المزارع المحيطة بمدينة زوارة نعم في تقليل في والحظائر الدواجن في المزارع الموجودة في هذه المناطق هي الموجود فيها العمالة الأفريقية أو الأخوة الفارقة المهاجرين حتى الأخوة العرب من تونس نعم خوي شعبان ولهذا نعم خش يعني في تقصير في المنطقة الغربية من هذا الجانب نعم خوي شعبان شكرا من رجدالين. عبد السلام بن غازي عبد السلام اهلا وسهلا مرحبا يا سيد محمد انا اسف على الاطاله عليك اخوي عبد السلام لا ولا يهمك يا سيد محمد والله طبعا انت طرح موضوع الهجره الحل في حقيقه تمنيت انك تطرح موضوع الاعلاميين الخمسه في قناه برقه اللي وجدوا جثثهم المقطوفين منذ اكثر من اشهر عده يعني ولقوا جثامينهم اللي خطوهم دواعش درنا يعني للأسف أنت ما بيش أي قناة منكم أنتم جابت حلقة على هؤلاء الإعلاميين وضع عمل مشين وعمل يعني نعم يعني تقشعر له الأبدان نرجع الموضوع أنت يعني موضوع الهجرة نعم خوي عبد السلام خوي عبد السلام أولا يعني نحن غالبا نتحرى أن تكون المعلومة مؤكدة أو هناك صور أو بالحقيقة ليس لدينا أي مراسل في يعني في تلك المنطقة يعني الصور لم تكن موجودة المعلومة لم تثبت إلى الآن خوي عبد السلام وإلا فما الإشكالية يعني كلنا نعم تفضل للأسف حتى خبر في نشراتكم لا عموما ما كنا مناش بشر لكن ان شاء الله موضوع لا 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 اخوي عبد السلام اخوي عبد السلام اخوي عبد السلام الله يرحم والديك انت بشر وليبي وعلى عيني وراسي من فوق يعني ما 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 وصلناش المواصل هذه يعني رجاء يعني بصراحه يعني هذا انا اسف انا 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 شخصيا اسف ان كانت هذه المعلومه حقيقيه ولم تتعرض لها القنوات الحقيقة في النهاية الليبيين يعني لا ولا ينبغي يعني أنا حبيت أجيب موضوع يعني عليه حلقة يعني إن شاء الله إن كانوا قتلوا تقبلهم الله وتغمرهم برحمته الحقيقة ونتمنى أن يلهم الله دويهم الصبر والسلوان يا أخوي عبد السلام إن شاء الله يعني ما وصلناش هالمرحلة هذه يعني بس تفضل أخوي عبد السلام الهجرة غير شرعية سيد محمد طبعا في خضم الفوضى والأحداث اللي سايرة من الصعب أنك تسيطر عليها في عدود طويلة كذا ذي وبعدين أنا نقول لك أن الهجرة غير شرعية فيها ناس رؤوس كبيرة سواء من الميليشيات أو ناس نافذة في السلطة يعني هذا 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 أمر لأنها تجارة مربحة يا سيد وفيها مبالغ طائلة وأنا عندي يعني شك كبير أن فيها ناس نافذة في السلطة
وشكرا سيد محمد. قبل لا تسكر اخوي عبد السلام، عبد السلام يعني كنا نسأل، أنت حددت المشكلة ونحن نبحث عن الحل، كنا نتمنى أن تعطينا حلا لذلك. شكرا عبد السلام من بنغازي. الحقيقة أن معلومة الصحفيين غير 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 مؤكدة، وإن كانوا قد قتلوا الحقيقة تقبلهم الله برحمته وأدخلهم فسيح جناته. أيضا نعزي أهاليهم بأن يلهمهم الله الصبر والسلوان. وصلنا إلى نهاية الحلقة كما أشار لي المخرج، والحقيقة أن الهجرة غير الشرعية، وأن هؤلاء تجار البشر يستغلون أحلام هؤلاء ويمنونهم بالأمن ورغد العيش ليجزوا بهم في هذا الأتون. مشاهدي الكرام، أشكر كل من شارك واتصل في هذه الحلقة، أشكركم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر، وتصبحون على وطن.